الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني من الأمور التي تكثر خصوصا في هذه الأزمات كثرة الإشاعات، إشاعات والخرافات والخزعبلات تنتشر انتشار النار في الهشيم. ومن الأمور التي سمعتها يعني قبل أيام ولا زالت تتردد مع استغراب كبير، كنت أظن أن هذه الأمور خرافة ولا يمكن أن يصدقها أحد، لكن إذا نظرنا إلى أحوال الناس فإننا نجد أن بعض العقول يعني يمكن أن تصدق الخرافة مهما كانت يعني واهية ومهما كانت ضعيفة. زعموا أن إنسانا رأى رؤيا بأن من وجد شعرة في مصحفه في صورة كذا وكذا فليأخذها ولينقعها في الماء ثم ليغتسل بها أو ليفعل كذا وكذا، وهذا ينفعه في الاحتراز من هذا الوباء. قال لك غادي تلقى واحد الشعرة في المصحف ديالك في صورة البقرة أو صورة كذا أو كذا، خذها وديرها في الماء واغتسل بهذاك الماء أو يعني ارقي به نفسك، فإنك تسلم من أن يعني يصيبك هذا الوباء. طبعا هذا حديث خرافة لا يمكن أن يصدقه عاقل، لكن مع الأسف كثرت الأسئلة حول هذا، بل من رد هذه الخرافة يعني أضاف إليها خرافة أخرى. قال لك ودي هذه خرافة وما كيناش وما مشروعاش، ولكن الإنسان إذا أراد أن يجرب فليجرب، يعني لا لقاش شعرة يمشي يدير هذاك الشيء، يمكن ينتفع يمكن ما ينتفعش، إلا انتفع مزيان إلا ما انتفعش كيعرف بأن هذا. طيب ديننا لا يبنى على التجارب ولا يبنى على المنامات أصلا، لأن المنامات لا يبنى عليها تشريع، لا يبنى عليها تشريع، ما يمكنش أن نشوف واحد المنامة ونعمل بمقتضاها، لأن المنامات إنما هي مبشرات إذا كانت الأمور يعني مبنية على الصدق وكانت موافقة للواقع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. هذا الشيء اللي يبقى من النبوة هي المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن يعني لنفسه أو ترى له، يعني يراها المسلم ويحكيها لغيره، يقول بأنني رأيتك في هيئة كذا بوصف كذا وكذا، مما يدخل عليه السرور، مما يكون بشرى كي يبشروا بها. أما إن رأى الإنسان شيئا يفزعه ويحزنه يعني الفعل الشرعي هو أن يستعيذ بالله عز وجل من ذلك، فإن ذلك لا يضره بإذن الله عز وجل. إذن احنا ما نبنيوش على المنامات وما نبنيوش على الخرافات. طيب بعض الناس يتساءل كيقول لك ودي راه فعلا قلبنا في المصحف ديالنا ولقينا هاد الشعره. طيب وجدت شعره فكان ماذا؟ يعني لا شك ان الانسان حينما يقرا يعني في المصحف لا شك انه تتناثر يعني بعض الشعرات من لحيته او من شعره فيسقط. الان يعني غير النساء ديالنا الان يعني كتكون يعني مثلا ربما غير في العجينه ديالها لا مره مره كتلقى واحد الشعره. يعني لا شك لأن الإنسان الذي يباشر هذه الأعمال من قراءة أو كتابة أو طبخ أو كذا فإن الشعر يعني يسقط. علاش دابا الأطباء فاش كيبغيو يديروا العمليات كي يعني يديروا هذيك الكمامات وكيغطيو الرؤوس ديالهم؟ لأن الشعر يعني يحتوي على يعني ميكروبات وكذا، فلا يريدون أن يعكروا صفوة هذه العملية لأنها تكون في مجال يعني معقم ومطهر وكذا وكذا. فالمقصود هو أن الشعر يعني عادي باش تسقط في المصحف، ولكن ما علاقة هذا بهذا؟ يعني بأي دليل يعني نقلي شرعي في الكتاب أو في السنة بأن من وجد يعني شعرة في المصحف فإنه يفعل كذا وكذا؟ يعني هذا قضية الربط العجيب بين هذه الأمور العادية التي تحدث في كل مكان وبين يعني التحصن من هذا الوباء، هذا هو الربط الذي لا ينبغي أن يربط. كيفاش ما علاقة هذا بهذا؟ ما علاقة هذا به؟ إيوا واحد آخر يقول لك مثلا لقيت الشعرة ديالك مثلا لقيتها في القميص ديالك فعليك أن تفعل كذا كذا، لقيت الشعرة في الجلابة لقيت كذا كذا، ما علاقة هذا بهذا؟
إذن ينبغي أن يرتقي الناس وأن يتعلموا العلم الشرعي الذي في الحقيقة يعني يرفع يعني من قيمة يعني التفكير ومن قيمة الوعي. لكن هذه الخرافة شو اللي جعلها تنتشر؟ هو الجهل، هو البعد عن العلم الشرعي، البعد عن كتاب الله، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ارتبط المسلم بالشرع، بالكتاب، بالسنة، يعني العلوم الشرعية، فإنه تتسع آفاقه و يعني تبدو الخرافة واضحة جلية. يعني إذا بشوف واحد إنسان اللي كيكون عنده علم، ملي كتجي شي خرافة يعني كتبان له واضحة كالنقطة السوداء في الثوب الأبيض، هكا كتبان له بحال شي ثوب أبيض وجات واحد يعني نقطة كحلة باينة واضحة. ولكن الذي يعني يكون بعيدا عن العلم الشرعي كتلقى كيترعى وكيفاش في الحق هذا الشيء حيرنا ولقينا هذا الشيء ولقينا هذا الشيء. فنقول علاج ذلك في العلم. فإذا تعلم المسلم وأيقن بجدوى العلم فإنه يعني يكبر عقله ويكبر يعني فهمه ووعيه، ولا تنطلي عليه مثل هذه الخرافات التي تنتشر في هذه الأزمات. والناس الآن يعني خصوصا مع هذه الطفرة الكبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي كيصنع الإشاعة وكيصنع الخرافة من أجل ماذا؟ من أجل الإبهار ومن أجل يعني كثرة المشاهدات. كي الناس اللي عندهم هذه القصة هذه خصوه هو يدير غير شي حاجة اللي هي غريبة باش الناس كل شيء يتابعه، كل شيء يقول لك سبحان الله أرى نشوف فيكتروا يعني المشاهدون لقناته ولصفحته من أجل أن يعني يغتني إن كان يأخذ على ذلك أجرا، أو من أجل إشباع يعني رغبة شخصية وشهوة خفية من أنه يعني يتابعه كذا وكذا ألفا أو كذا وكذا مليونا. وهذا في الحقيقة من أخبث الأشياء ومن أسمجها ومن أقبحها. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.